انا عليها مره. التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، نجدد لكم اللقاء مع تجدد أشواط صباحية هذا اليوم واستمرارية وانطلاقة سباق التمهيدي الخامس لفئة الحقائق على أرضية ميدان سيف العرب في صباحي هذا اليوم، انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا الآن اللي تأتي على مقدمة هذا الشوط أبعاد مرزوق بمنصور بن محمد المنصوري يحتل المقدمة والبداية، بينما النقلة إلى المركز الثاني أجد هنا الظبي لمانع بصقر بن فلاج الاكتفي، بينما انتقل إلى المركز الثالث ليجد على ثالث المراكز وبرة محمد بن سعيد بن حمدش الخيالي يأتي الآن ليحتل المركز الثالث، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع وأجد هنا جمرة قطامي بن محمد بن ثاني السعودي أما في المركز الخامس، وفي المركز الخامس هذه حكومة لحمد بن محمد الغويص السعودي هيلان تحتل المركز الخامس، وهكذا هي نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط، بينما أسامي وشعارات بعد الخمسة المراكز الأولى المتقدمة قادمة للمعركة في هذا اليوم، قادمة للتحدي وللمنافسة القوية، ولكن عودة إلى المقدمة وإلى البداية، عودة إلى المركز الأول. وهذه الآن وبرة مسيطرة وبرة على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا وبر محمد بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، لكن أشوف الوصول، أشوف التسلل من الجانب الآخر اللي تقدمت، هذه هي ميزة سيف بن راشد بن فالح بن سيف الشامسي والمركز الثالث، المركز الثالث الآن اللي وصلت هذه هي مشاهدين الأعزاء سنة لأحمد بن سالم بوظفير العامري قادما الآن ليحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع أي أحمد بن محمد بن سعيد بن راي بن سلوم الخاطري قادما الآن يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هذه هي مفوضة علي بن حميد بن سيف بن بدر العلي، هكذا هي الأسماء، هكذا هي الشعارات، ولكن هنا الغلاف الجوي الأخير، الغلاف الجوي الأخير، جولة الأوامر النهائية واللي مسيطرة، هذه ميزة 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 على مقدمة الشوط على المركز الأول سيف بن راشد بن فالح الشامسي، لكن أشوف اللي قادمة سنة لأحمد بن سالم بوظفير العامري، وصلوا اهالي الجبيب قادمين للمعركة مع هذه الامتار، مع هذه الامتار الاخيرة، روح يلي بتروح، يا سلام شوف المعركة اللي انحصرت، لكن بن بدر قادم مع مفوضه علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يصل الى المركز الثالث، ولكن العودة هنا الى المقدمة الى ميزة وسنة وميزة، اسامي لامعة، اسامي هنا مشاهدين الاعزاء متميزة تتنافس لنيل شرف الفوز والانتصار، ولكن ميزة 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 وسنة وميزة. الشوط وين؟ معك يا ابو ظفير اميلا بن فالح، ال200 متر الاخيرة، وابو ظفير راح بالسلامات الى اهل الهير، سلام يا الهير، سلام الى اهل الجبيب،
تحية لك يا راعي دبان على هذا الفوز. ها هي سنة تصل إلى خط النهاية مهدي أحمد بن سالم بوظفير العامري هذا الفوز. المركز الثاني وصلت مشاهدي الأعزاء ميزة لسيف بن راشد بن فالح الشامسي. المركز الثالث مفوض لعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. هكذا مشاهدينا الأعزاء النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول سنة إلى خط النهاية بأربع دقائق 44 ثانية بالفعل. أربع دقائق وأربع وثلاثين ثانية هو توقيت سنة. تهانينا وناموس لأحمد بن أحمد بن عبي أيضا أحمد بن سالم بوظفير العامري هو اللي انتزع ناموس هذا الشوط وأهدها للهير هذا الانتصار.